إذا كان أملنا خاب لمدة معينة فلن يخف إلى النهاية. هذه النقطة اللي خاب فيها أملنا في الثلاث سنوات الماضية هي نقطة التنظيمات التقدمية الشعبية الموجودة في المغرب وفي موريتانيا وفي تونس. كنا واثقين أن هذه التنظيمات ستحمل السلاح وانطلاقا من رؤية واضحة، هي رؤية وحدة الشعوب، وحدة الشعوب التي تطلب وجهة نظر كل شعب بوضوح، واللي تطلب إرادة كل شعب بشكل واضح غير مقطع غير مسموع غير مفروض، من أجل تحقيق وحدة مبدئية في المغرب العربي التي ستنطلق منها شعلة الوحدة العربية الحقيقية. التنظيمات الثورية وعلى الأساس في المغرب استهزمها النظام المغربي. زعماء الثورة في المغرب حملوا حقائب ملك المغرب لكي يؤيدوا ويدعموا غزوه للساقية الحمراء والذات، لكي يؤيدوا تسريد شعب من وطنه، لكي يؤيدوا احتلال وطن شعب مفروض عليه أن يعيش في المنفى، لكي يؤيدوا موت أبناء الطبقات الكادحة في المغرب من أجل حرب عدوانية لا إنسانية لا دينية لا حضارية ولا قومية. هذا الزعماء اللي على كل حال مش احنا وحدنا اللي ولينا نعدولهم الصفعات، نحن نعدولهم الصفعات، ونحن من أول مرة قلنا بأننا معتمدين على حاجة واحدة، هذه الحاجة هي الدم البريء، الدم البريء المؤمن بالحق، الدم البريء المستعد أهله أن يرقوه على أرضهم من أجل قضية حق، قضية عدل، قضية حضارة، قضية إنسانية، من أجل إثبات الحق، من أجل إثبات الحق اللي اعترف به كل العالم، واللي يعرفوا التاريخ فقرات فقرات وصفحات صفحات، حتى ولو أرادوا أن يغمروا هذا التاريخ أن يغطوا عليه ويزوروه ويقولوا بأننا لسنا بشعب. لكن هؤلاء الزعماء ولات كل التنظيمات الثورية في العالم تؤدي لهم الصفعات، وأولا فقط طرد عبد الرحيم بوعبيد من السويد. لماذا؟ لأنه أراد أن يزكي حرب عدوانية، حرب همجية، حرب طوفان، حرب تسير في الطريق اللي سارت فيها الحروب الفاشية والنازية. ملك المغرب كل حججه لما نتصفح تاريخ هتلر نجد أنها نفس الحجج من أجل غزو بولونيا، نفس الحجج من أجل إثبات تفوق العنصر الجرماني ألمانيا في منطقة أوروبا وفي منطقة العالم، نفس الحجج، نفس الأهداف، نفس التذكرات، نفس الغرور، نفس الأفكار، نفس الشعارات. ملك المغرب هتلر القرن العشرين، ملك المغرب هتلر السبعينات. إذا السويد، إذا الشعوب التقدمية، إذا التنظيمات الثورية لن يخفى عليها أبدا طبيعة الحرب اللي تشن في الساقية الحمراء والذات. نحن على كل حال طردنا من وطننا والآن موجودين خارج هذا الوطن، على الأقل بالنسبة لأغلبية الساحقة من نسائنا ومن أبشاننا، وإن كانت الأغلبية الساحقة من رجالنا مش موجودة إلا في الساقية الحمراء، الأغلبية من رجالنا موجودة في العيون وفي الصنارة وفي أمجالة وفي القلسة، الأغلبية من رجالنا موجودة في ودان وفي شنقيطج وفي الزوارات وفي مقرين، الأغلبية من رجالنا موجودة فاشة واقة وطاطة وملحسن والزاق والطنطان والمسيد وبطيح والطرفاية، الأغلبية من رجالنا موجودة في السمانة، الأغلبية من رجالنا موجودة في الفارسية والجزائرية وحوزة. إذا نحن طردنا من ديارنا بالنسبة لفيعة منا، لكن الفيعة الأخرى موجودة، ولكي تثبت للعالم أن الشعب العربي في الساقية الحمراء وادي الذهب الذي ضحى عبر التاريخ من أجل سعادة، من أجل رفاهية الشعوب الموجودة في المنطقة، هو اليوم مستعد أكثر من أي وقت مضى من أجل التضحية، لا من أجل عودة النساء والأطفال إلى العيون والثمارة والداخلة،
ولكن من أجل إسعاد شعوب المغرب العربي، من أجل فرض سيادة الشعوب في المغرب العربي، من أجل فرض وحدة شعوب المغرب العربي، من أجل تصفية العظيمة الرجعية المتعفنة الموجودة جنبنا شمالنا وجنوبنا والموجودة في سوريا. وهذا أمر واقع بالنسبة لنا. نحن نقاتل الجنود اللي غرر بهم نظام الملك العميل في المغرب. نحن نقاتل الجنود اللي غرر بهم المختار والجادة واللي باع سلمهم للنظام الرجعي المغربي من أجل إسعاد عائلته وأسرته وحاشيته العميلة. الشخصيات في موريتانيا هي شخصيات كانت فرازمة لفرنسا، هي الأبناء اللي ربتهم فرنسا، ربتهم فأحضانهم. الشخصيات الموجودة في موريتانيا مستعدة لبيع الوطن الموريتاني ولبيع الشعب الموريتاني. هذا موقفنا قلناه للشعب الموريتاني، هذا موقفنا قلناه حتى للنظام الموريتاني في السنة الماضية قبل الماضي. قلنا لهم نحن نخشى عليكم أنكم تبيعوا وطنكم، لأن لديكم رغبة مبيتة، رغبة كاملة تبيع هذا الوطن، لأنكم ما عندكم شعور وطني راسخ اكتسبتوه عبر مسيرات تضحية طويلة. نظن أنه قتالنا للأنظمة الرجعية في المغرب وفي موريتانيا فرصة ذهبية للشعب العربي في المغرب وللشعب العربي في موريتانيا من أجل حمل السلاح والسير معانا يد في يد من أجل تغيير الأنظمة الرجعية الموجودة في المنطقة وفرض التجانس في المنطقة الذي نادى به الرئيس الجزائري هواري بومدين. وعلى ذكر الرئيس الجزائري هواري بومدين، لا تنساوا ان احنا قلنا